Salam alaikum. Idan ghadi nkemlu la correction de l'exercice numéro 5, la leçon dit le mouvement pour les troncs communs. La croissance de deux mobiles. Deux mobiles A et B se déplacent en sens contraire sur une route rectiligne à laquelle on associe un axe OX. Les valeurs de leur vitesse sont respectivement V A égale 2 mètres par seconde et V B égale 3 mètres par seconde. Donc A, radif a le sens, le sens du mouvement, la flèche rouge, le sens du mouvement c'est de gauche à droite, et pour B, elle a un sens inverse, l'ex, yani radif a le sens, l'ex le mène à dire A. Et donc deux voitures radif a ou les deux mobiles radif de sens contraire. La figure représente les positions des deux corps à l'instant t est égal à 0. Yani بحال صورناهم يعني يلا حنا بغينا بينا نحسبوا ليهم الزمن فاش غيتحركوا الزمن اللي غادي يستغرقوا او كور دو لوغ موفمون حنا صورناهم في هذه اللحظه غيكون ا آه. كاين في لوريجين ديال هاد لاكس يلا بدا لو موفمون ديالو بي راه هو بالنسبه لهاد لاكس راه ديجا قطع واحد لا ديستانس لي دي تيغال 20 متر هذه هي لا ديستانس اللي قطع ا تي تيغال 0 دونك غادي يسولونا بيان سور على ليكواسيون اورير في لا بروميير كيسيون دونك بور لو موبيل ا ليكواسيون اورير سيكري اكس ا دو تي تيغال في ا فوا تي بلس اكس 0 في ا ديجا معطينها لينا بالمتر بار سكوند الله يجازيهم بخير ما نحولوهاش بحال ليكزارسيس اللي قبل x0 هاد x0 سي x ديال لو موبيل ا ا تي تيغال 0 ا تي تيغال 0 ها هو كاين في لوريجين ديال واحد لاكس او x يعني x ديالو كيساوي لينا صفر اذا غادي نعوض هنايا بصفر الى ايكواسيون اونغ سيكري فو سو لو فورم x a تيغال 2 فوا تي اما بالنسبه لو موبيل بي لو موبيل بي راه هو غادي في لو سونس انفيرس اذا غنكتب اذا لا فيتيس ليكواسيون كيما هي بحال هذيك غير هو غادي نزيد ليها ان سي موان دائما تيكون عندي ان كور اللي تيتحرك عكس المنحة هاد في اللي تديرو في ليكواسيون اوغيغ تنديرو لها ان سي موان راه ديجا كتبوها لكم في ملخص الدرس يعني في الصفحة اللي مقابلة مع هادي دونك x ليكواسيون اوغيغ في x فوا تي بلس x 0 x سون دي زابسيس اي في x كوردوني دو لا فيتيس سويفون لاكس او x في x ايكال بلس في سي لو موبيل ديبلاس دون لو سونس بوزيتيف دو لاكس في x ايكال موان في سي لو موبيل سو ديبلاس دون لو سونس نيجاتيف دو لاكس وهنايا عندنا اي سو ديبلاس دون لو سونس نيجاتيف دو لاكس دونك في بي غادي نعوضها بموان في بي اذا هي موان 3 الو Alors, x0 هي h x0 هي x دو موبيل بي ا تي تيغال ا 0 تي تيغال ا 0 ديجا بي بينو بين لاكس راه هاد لا ديستانس ديال دي تيغال 20 متر اذا هي x0 دونك ليكواسيون اوغ هي موان 3 فوا تي بلس 20 لا كيسيون 2 À quel instant les deux corps se croisent-ils? Se croisent-ils? Il y a un radin, il y a un radin, غادي يكونوا في نفس البلاصه عاد غادي يكملوا طريقهم امتى ملي غادي يكون غيكون عندهم فلاكس مثلا نفترضوا هي هاد البوان اذا راه اكس ديال الموبيل ديال ا غيكون هو نفسه اكس ديال بي اذا اكس ا دو تي ايتيغال اكس بي دو تي ليكواسيون اورير كيما كتبنا غنحطها هنا ديال بي هنا دونك هي 20 فوا تي ايغال باردون موان 3 تي بلس 20 يا جني شنو تنقلبو تنقلبو على لانستون دي دو كور لورسكيل سو كرواز يعني ملي غيتلاقاو اش من لحظه تنقلبو على تي كاع اللي فيها تي غنجمعها في جهه واللي ما فيهاش تي غنديوها الجهه الاخرى دونك 20 فوا تي بلس 3 تي موان 3 تجي هنا بلس 3 تيغال 20 20 بلس 3 هي 23 تي ايتيغال 20 دونك لو تون تي سي 20 سور 23 او 20 سور 23 هي 0.86 سكوند هي اللحظه من بعد بعد 0.86 ثانيه راه غادي فا سو كروازي يعني غادي يتلاقاو ماشي غادي يتلاقاو هكا غادي يدوزو وحده حدا وحده يعني هنا غيكون عندهم نفس لاكس وغادي يكملوا طريقهم بالطبع بريسيزي لابسيس دو ليو دو كروازمون يعني هاد لو طون بغينا المسافات اللي غادي يكونوا قطعوا كما في ليكزارسيس اللي من قبل هاد لو طون غادي نعوضو سوا في هاد ليكواسيون سوا هادي اللي عوضناها فيها غتخرج لينا نفس النتيجة بحال بحال دونك نكملو هنايا دونك عندي لا كيسيون 3 لا كيسيون 3 ا تي ايتيغال 0.86 سكوند l'x l'abscisse
du lieu de croisement, l'abscisse de lieu de croisement, avec une roue x à t est égal à 0,86. Donc, quelle équation? Il y a 2 fois t. Il y a 2 fois 0,86. Le chiffre est rouge. Il y a un chiffre qui est rouge. Il y a 1,73. Donc, x à t est égal à 0,86 est égal à 1,73 mètres. C'est une distance. Et l'artère.